في أقصى الشمال الغربي لمصر. تقع منطقة الساحل الشمالي ذات الشواطئ والرمال الذهبية والمياه الصافية. مناخها ومنشآتها جعل منها وجهة سياحية خاصة للنخبة. هنا منزل ألسوينو الساحلي. صممت الفيلا من قبل مكتب ميرو أركيتكتس للمعماري محمد حازم، الذي لفت الأنظار إليه منذ بدايات مشواره المهني لتصميماته المميزة ذات البصمة الحداثية. رفاهية عنوانها البساطة، تلك هي بصمة المعماري محمد حازم التي تظهر جلية تصاميمه. عمارة حداثية تتناغم في انسجام مع الطبيعة. ميرو، من خلال البحث تبعنا وكمان من خلال المكالمة معك قبل التصوير، عرفنا أنه أنت عندك شغف بالعمارة من أنت وصغير، بالإضافة أنه أنت أصغر معماري بيفوز بالجائزة العربية والأفريقية للعقارات الدولية بسنة 2020. خبرنا أكثر عن دراستك وعن خبرتك بمجال العمارة. أنا درست عمارة في 2010 لمدة 5 سنين، رحت انجلترا درست هناك وتخرجت من هناك. و it was always a passion بالنسبة لي architecture in general من وانا سني صغير قوي. ده بسبب ان اتولدت في اسرة كان بابايا مطور عقاري، فشفت الديسيبلينز عامة بتاعت الاركيتكتشر والكونستركشن. I saw it all in front of my eyes as a kid. يعني I've always يعني my dad used to take me with him. فشفت المواضيع من سن صغير، وكان الباشن بتاعي ان انا حسيت ان I could make things more beautiful than what I saw. صممت فيلا إلسوينو على أرض مساحتها 1500 متر مربع، بتفاصيل بسيطة وأنيقة في الوقت ذاته، ومساحات تحتفي بالطبيعة التي تحتضنها. خلينا نحكي أكثر عن هاي الفيلا، فيلا إلسوينو. لما أنت كلفت بتصميمها كان في already existing فيلا موجودة. شو كانت أول شيء طلبات الكلاينت أو العميل لإلك؟ طبعاً البيت كان مختلف خالص عن اللي احنا شايفينه دلوقتي. I got a call قالوا لي إن احنا عايزين نعمل بيت في الساحل، وهم صحاب البيت دوت عندهم علاقة قوية قوي بالبيت ده، إن هم بقالهم فيه حوالي 20 سنة. وصاحب البيت ده واحد من عنده من اكبر شركات تطوير عقاري في مصر، فعنده فرصه حتى على الطريق الساحلي ان هو يقعد في كذا كومباوند بتاعه هو ما يمتلكش دوت. بس هو البيت دوت بحر قدامه على مسافه قريبه جدا، البحيره وراه، فهو اتس لايك ان ايلاند. فطبعا الموقف ده مش سهل انه يتكرر يعني. فهو كان مهتم جدا ان هم يعملوا من البيت ده حاجه حلوه قوي، ان هم عندهم ذكريات فيه جميله يعني.
بس والاسره كانت البيت برضو كنا محتاجين نزود فيه غرف عشان تقضي الاسره ان هم بيجي لهم ناس بيباتوا عندهم. هم اسره كبيره ما شاء الله 6 افراد وكل واحد كان ليه راي طبعا في الموضوع. فجيت قعدت معاهم هنا في البيت القديم وانا فاكر احنا قعدنا حوالي يعني باك اند فورث مده سنه في الديزاين قعدنا فيه كتير قوي الديزاين. عند النظر للمنزل تدرك العين تلقائيا الاستخدام الغني والكثيف للمواد المختلفة. تتفاوت أسطح الواجهة بين شدة النعومة وشدة الخشونة، كما تتفرد بمجموعة من الألوان الجريئة لتخلق معا تباينا جماليا فريدا. تنطق أركان الفيلا الداخلية والخارجية بالتباين الجريء كعنصر أساسي في التصميم. تبدو عملية الدمج تلك حساسة وصعبة، مع ذلك نرى النتيجة مرضية تماماً بل ومبدعة أيضاً. خلينا نحكي أكثر عن مواد البناء اللي اخترت أنت تشتغلها هون بالمشروع. كنا عم نحكي أنا وأنت من قبل، قلت لي كنت حابب أنك تخلق كونتراست بالمواد، فبدي أسألك ليش يعني من وين إجا هذا الشعور؟ ليش كنت حابب تخلق هذا الكونتراست وكيف عملته؟ كيف حققته هون بالفيلا؟ هو contrast is the word بالنسبة لنا اللي كان مبني عليها الكونسبت. يعني هو ابتدى من أول خالص ما كنا بنشوف احنا عايزين البيت ده يمشي في which direction، و that's where the idea of contrasting عامة ظهرت. ان كانت باشمهندسة أماني she's an engineer actually صاحبة البيت كانت عايزة تعمل حاجة mid century أو she's actually very much in love with that era of architecture mid century. Mid century in general is era طبعا it's a beautiful architectural era بس it's very rough in the sense ان هي it's very contradicting لحاجة ممكن تتحط على البحر. Okay. In at the end of the day this is a second home or a third home. يعني it's not your primary home. It's a beach house. فالطرق اللي بنتعامل معاها مع a beach house غير لما نتعامل مع بيت which is a primary home you go to every day. There's more freedom in design شوية. And at the end of the day it's momentary. You're there for a couple of months. You have more freedom to actually think outside the box. فهي ظهرت الحتة دي لما هي mid century. احنا كان بالنسبة لنا شايفين ان هو هيبقى مضاد قوي للموقف اللي البيت قاعد فيه. At the end of the day when you're designing something it's very important you take into perspective ايه اللي حواليك. Absolutely. يعني اجي احط برج في وسط صحراء is a bit contradicting للموقف بتاع الصحراء. فدي طبعا يعني وفي معماريين يختلفوا معايا في ده. يعني ابتدينا نلعب بيه بقى في الالوان. We got very contrasting colors that don't necessarily work together and we wanted to see how to make it special and make these colors actually work together by adding different tones to it, adding certain materials, the contrast of rough, very rough materials against very clean materials. How did the client take it? In general, our relationship with our clients are very personal. Okay. فاحنا بنتعرف على بعض قوي، بنقعد مع بعض كتير، مش necessarily ان احنا نتكلم في architecture بس نعرف شخصيات بعض. ان انت at the end of the day البيت دوت مهما يعني المعماري شطارته ان هو يخلي البيت ده customized للشخص اللي هيعيش فيه مش لذوقه هو شخصيا. تلفت المساحة الخارجية النظر بحجمها الكبير، تزينها نباتات تباينت ألوانها وأنواعها
مثل أشجار الياسمين والنخيل وغيرهما، كما أضفت التماثيل رقياً. للمسات الجمالية وجه مستدام، فبالإضافة إلى المواد ذات العمر الافتراضي الطويل، استخدم المعماري عناصر من الطبيعة المحلية كالحجارة الصحراوية التي تزين الساحة، كما احتفظ بأشجار النخيل في بيئتها الطبيعية. أراد المعماري أن تحمل كل العناصر رسائل ضمنية تهدف لخلق انسجام وتوازن بين المساحتين الداخلية والخارجية، كما تعطي إطلالة البحر حق قدرها في المقام الأول. And I think for me the most important element, natural element موجودة on this site is the beach. Of course. So Inta, I want to know how did you convey the beach and integrate this with the overall design of the villa? This is the most important feature and this is what everything is built around. Yeah. فطبعاً ده كان على طول is our main subject of design. All of that contrast and concept is very secondary to that. For example, when we did the architecture, there's certain views we wanted to frame, and that's why we created an external facade. قدام البيت يقدر يفريم certain views. We created outside connections between outside and inside, like the dining, for example. We had two open windows with a planter pot right outside, so we can نخلق بروازين رسمة عايزين نخلقها من جوة لبرة using فاحنا بنشوف احنا عايزين نشوف ايه بره ونبتدي نديزاين ات از ا بورتريت از اف يو ار بينتينج سمثينج فور ان انتيير از اف يو ار بليسينج ا بينتينج اند اونستلي ناثينج مور بيوتيفول ذان ذا بيتش. Miro, I want you to tell me some of the challenges that you faced. Okay. Because I remember أول مرة حكيت أنا وأنت, you told me a couple of stories. Yeah. So خبرنا, what are some of those challenges? The idea إن إحنا كنا نعمل البيت ده في وقت كان مصر فيها مشاكل, إن كان في الشركات الاستيراد كان في مشكلة كبيرة قوي في مصر. جاية مشكلة العملة وكان في مشاكل يعني سياسية مؤثرة على الحتة دي. فكان في نقص جامد قوي في البضاعة السوق المصري in general and a lot of imported stuff weren't coming in and we decided we're gonna طبعا عايزين نستخدم اللي موجود في مصر بس we didn't find everything we needed and حسينا عايزين نجيب حاجات من حتة تانية ندخلها هنا تليق على ال space things with more durability يعني كنا بنبص على حاجات بقى in terms of function يعني فروحنا تركيا We got all of our materials actually. We got our porcelain from there. We got a lot of furniture from there. A lot of يعني materials in general we used. A lot of marbles from there. طبعا جبنا حاجات كتير من مصر بس يعني it was almost 50-50. And الحاجات دي وقفت ما عرفناش ندخلها لغاية شهر تلاتة. And our client was very specific about living there. أو يقضي الصيف بتاعه اللي هو بيبتدي في شهر ستة للعيد. يكمن جمال تلك اللوحة الفنية في اكتمالها، فقد خلقت بدمج سهل ممتنع بين رؤية المالك ورغباته وبين رؤية المعماري الفنية وبصمته البارزة.
ميرو، بدي أسألك شو هي اللغة اللي أنت اعتمدتها بتصميم الفيلا من جوا ومن برا؟ يعني الكونسبت ده كله طلع من فكرة إن إحنا كنا، أو زي ما اتفقنا اتكلمنا قبل كده، قلنا إن ميد سانشري واز أمود كان مرغوب فيه، والساحل in general again we want to have something that برضو تكلمنا في الحتة دي that's a bit different, it's a second home, it's a beach house, so you want to go a bit risky with the colors, you want certain emotions that are more triggered. وده ودينا الريترو. That being said, حسينا الريترو with mid century is a bit, again there's a lot of contrast between these two styles, so we wanted to minimize them, which added a third direction, which is minimalism. نحن هون بالopen living space وسقف مفتوح، كان موجود هذا الشيء بالقبل ولا انت you added it؟ كان بالنسبة لنا عايزين نخلق openness ما بين الأوض فوق والinteractions اللي بتحصل لما حد يصحى من النوم ينادوا على بعض، we wanted that kind of interaction and that was the reason why we opened that ceiling, to bring الدور اللي فوق with people being upstairs, waking up late, all of that, to interact and actually talk with each other. ما يبقاش الموضوع segregated من فوق لتحت. And that was the main purpose why we've opened that ceiling. What is architecture to you? In the architecture, at the end of the day, it's a mean to design for human beings. This put into mind is very important. And at the end of the day, you're designing for مخلوق اللي هو الإنسان. مخلوق معقد جدا in general. People are very different. كل واحد، في ناس بتاكل بأيديها، في ناس بالنسبة لها الأكل بأيديها ده غلط، وفي ناس. We are very different on the way we perceive things in general. فarchitecture دي لغة بتخلي people to circulate and live their lives in a certain way, feeling a certain way as well. This is architecture. It's how people feel, how people circulate. إزاي الأمم بتتحضر لقدان architecture is a tool إن إزاي الأمة تبقى متحضرة، الناس يبقى عندها أخلاق، الناس كل دوت الاركتكتشر اللي بيساعد عليه. مش كده بتشوفي في دول متقدمه ان جنرال تلاقي ان الاركتكتشر از مور كلين، بتلاقي ان الناس طبعا متعوده تمشي ورا القوانين ان الحاجات يعني مرسومه لهم بطريقه معينه. ف it's a mean to actually make this world a better place. أظن أن الاكتمال حقاً يكمن في التعامل مع العمارة ككيان ملتحم مع الطبيعة المحيطة. إلى اللقاء.